قرا انا اسلام فقط باش نسالك انت مدرب كيفاش تقرا هاللقطه هذيك؟ هل عادي تصير سريف معناها في وسط ماتش خاطر الكره رجعت تلعب باش يرجع هو ولا لا ما لازموش يعمل هكاك مع الكوتش نتاعو؟ شوف التونسيون اللي فيها الجوار اكس انترناسيونال في التونسيون اللي فيها الجوار بارفوا يعمل حاجات من بعد يقول انا عملت هكا شعوريه انا عملت هكا هلا وقت تبدا لا تونسيون الفوق يفو ساتوندر اتو يولا فما شكون يسكال مي سيميتريس مي 100% هذه امبوسيبل. لكن فما حاجه اخرى مهمه كمان فما حاجه اخرى مهمه اللي هي الثقافه اللي عايش فيها وخاطر الوليد مش مولود في تونس عايش في بيئه غير البيئه احنا فيها. تعرف اللي انتوما اللي سي مال في لو تاكتيل في في اوروبا يعني احنا نعنقوا نشدوا ونبوسوا مع ترونتروم ولا انترفا عادي جدا احنا في ثقافتنا عاديه بالعكس يسميوها امور حميميه وتعاطف وتقارب وهذاك الود وهذاك شنو هما ينون با سا معناتها لو فيت لو تاكتيل عندهم هما سي با بيرمي زاد نجم نقراها انا من الثقافه نتاع الملاعب اللي عايش بها نجم يكون ليفربول يبدا يعنق فيهم يهز فيهم فوق راسهم لا هذيك سيتي سيليبراسيون يا سيليبراسيون معناتها يفا سيليبري هو مش نقول لك انا حاجه مهما كان انا حبيت نعطي الجانب هذا هو كاو ثقافي مهما كان الرياكسيون اللي صارت من حنا بعد مش مقبوله مش مقبوله ان كان لازم نقولوا نسميوا الاسامي بمسمياتها. والحاجة الأخرى اللاعبين للبرة كما قال توا المتر ممسوسين راهم ممسوسين ثم شكون اللي قاعد يحط في العصا في العجلة سي علي ثم حاجة أخرى مهمة جدا واللي يحب يجي راه المنتخب محلول سي متر المنتخب محلول اللي يحب يجي على راس عيني مرحبا كما قال توا المتر توا نحشتنا بالأولاد التوانسة الحقيقيين سي شهاب واضح. اما كان يجيني كما قال سي مختار في الكوب دي مونت كوب دافريك اش نعمل ثم لهجه اخرى صعيب رد فعل المدرب زاد مهمه جدا راهو نصور سي فوزي معناتها كالهستيريا نتاعو ما عملهاش احتوات الموقف هنا انا نذكرك في زاد حادثه مشهوره لا ما نجمش نعملها مع حنابار وكملها مع ابو شنيبه في اللالي لا فوزي يعملها لا يعملها فوزي شنيبه فوزي اللي نعرفوه 10 سنين تاني ما حنابار عندي حادثه صارت لي انا باش نعطيك انا نذكركم صارت لي كيماك كارلو انشيلوتي راني في البايرن خرج فرانك ريبيري وكان وقتها ريبيري يلعب فكان خارج ويسيح ويعيط معناتها الناس كل تتفرج فيه مشالوا عنق وضحك معاه يا اخي ولا يضحك تذكرها دونك راهو ردود الفعل هذيا عاديه وتنجم تكون راهو انفعال معناتها حادثه كيما هكا نحييه برشا ونحبوا برشا الوليد وسام الدراجي في الكلوب خرجته وقت نقم لاعبي منرفز انا ما نمشيش نسلم عليه جيفيت pour anticiper le problème. Le fait d'خرج وسام نسمع شد بوسه ولا حاجه كيما هكا. جلي ايفيتي اوسي. ربحنا زوز بلاش. خرج جوا 0-0 احنا ماركينا زوز بونت. الفايدة جلي ايفيتي حتى بعد الماتش ندخل نسلم مع الناس الكل. الهارت الريبريس معناتها لو سيغ لوندومان قلت له هادي بياري نحييه زاده قلت له هادي كي يجي وسام عيط له للبيرو. جا للبيرو. ها وسام لباس سمعت منرفز قال لي منرفز كوتش على روحي كيفاش عملت الروندمون هذاك الوغ بروندغ ان بو دو ركول فيزافي او جوار في اللحظه هذيك تخفف باش ما تصعدش تو كيما قال فوزي انا با رياجي سي بيان بور باش ما تعمقش وتخلي الملاعب زاده سي شهاب هذاك علاش قلت لك في اخر كلامي كيما قال بالضبط قلت لك زاده راهو سي فوزي يلزم زاده يراجع نفسه نمشيو فاصل بعد نعطيك تحكيميا خلينا نرجع احكي اقولها لي بعد مساج كان مش موضوع انا بعد اقولها لي بعد مساج نمشيو موزيكا وبعد نرجع نكمل لقيت حصتنا اليوم